ولاية وهران وكل المدارس القرآنية التابعة لولاية وهران على هذه الدعوة الكريمة في هذه التظاهرة المسماة بتظاهرة الخط العربي والزخرفة في طبعتها الأولى التي كانت نقول حجر الأساس لهذه البداية، تعتبر حجر الأساس للتعريف بفن الخط العربي كأحد الفنون الإسلامية. أشكر أيضا الأخ الذي مسك معنا الأخ عبد الله بحمالي، فالشكر له، وأيضا السيد مدير المدرسة وكل فريق التنظيم، وأيضا جنود